هنا روسن مع روسن الحلاق. هنا روسن. العيد. العيد فرحة. 14,000 كيلو كعك. لويش؟ أنا نفسي أفهم. بدك الطعم الحارة ولا حابب تزيد وزن نزلاء المنزل؟ رحميني يا حجة. يبعت لي 100 حمى أنا. المجاعة اللي بتصير بالعيد شو أخبارها؟ الحمد لله. يا جماعة أنا نفسي أفهم إيش بيصير معانا؟ كأن عمرنا ما شفنا الأكل والمصاري فجأة بتطلع. لا إحنا نبعت نجيب أبوه ونقول له على كل حاجة. نيجي لموضوع استعراض الأواعي. حبيبتي ولا إشي بس 200 دينار الجاكيت حلو صح؟ وك ولا 200 ليرة بتطعمين فيهم 1000 مسكين. هذا اسمك تسيب وهمال. أما موضوع الزيارات فهي سببها الرئيسي العيدية، غير هيك مش معترف فيها. مفاهيم العيد تغيرت مع الزمن وإحنا كالعادة حافظين مش فاهمين. ما هشتغل إيه في العيد خروف؟ إنه موضوع العيد هو صلة الرحم بين أفراد العيلة وبرا العيلة، وهو زكاة للأموال وعبادة ورحمة ومودة، مش أكل ونوم وكعك. أكل ونوم وكعك. يعني إذا في كنافة ما عندي مشكلة، من باب التغيير لو سمحتوا. ما في داعي للفتاش والصواريخ. لا أنا أخاف مني. وإحسبوا حسابي بالخروف المحشي. ستة سلخت قبل مذبح. لا تنسوا تعملوا لايك. يلا باي. العيد فرحة. يا سلام. كل سنة وانتم طيبين.